هو التوحيد؟ صد توحيد رزي السر. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل معه شريكا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات، يعني في أنواع التوحيد الثلاث. توحيد رزي السر هل حشور يزاق وبشنر في توحيد ربوبيته وخواه، توحيد ألوهيته وخواه، أسماء وصفاته وخواه، التوحيد الشجاز يوغوش. الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله. نعم الحشور يزاقوش توحيد الربوبية الحشور يزاقوراق غشر. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية مقيجر الحشور يزاقو بشنم يزاقو نغغة يأفعالم تيوخاو يشخم تيوخاو ونافقيشتخم تيوخاو. الثاني توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نعبد إلا الله. يطوانر التوحيد الألوهية جواء راش لحشخم فجاء زميوخم بشطنر عبادة زخوا فاشر الحشخوا زاق وراش. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات الواردة في الكتاب والسنة. أسماء وصفات جوائر عر الحشوة ميزاق ونغر هي أسماء امرأة صفات امرأة تصداخة هي أخمرأة هي صفات هي أخمرأة أبي الزمزر وفاشة أبي الزري يشحو زرش مأر.